القرآن بر الأمان بيبان وينادينا العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين واله وصحبه اجمعين وبعد مشاهدينا الاعزاء اهلا بكم في برنامجكم رسائل من القران الكريم رسالتنا اليوم رساله الصبر رساله التصبير رساله كيف نقف في هذه الدنيا ونتحمل كل ما يصيبنا فيها رساله كيف نبقى واقفين وان داهمتنا الاشكاليات والازمات مداهمه رساله كيف يعيش العبد مرتاح في هذه الدنيا بالرغم من كل ما يصيبه لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يطوف بالبيت في حماه الظهيره في عز الظهيره قال فخرج عليه ابو بكر رضي الله عنه واخذ يطوف معه قال ثم خرج عمر واخذ يطوف معه فقال عمر يا رسول الله ما الذي اخرجكما في حماه الظهيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرجك يا عمر ما اخرجنا الا الذي اخرجك فقال انه الجوع وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يا عمر اعلم انه لم يوقد النار في بيت نبيك الكريم منذ اربعين ليله الله اكبر أربعين ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يطهو الطعام ولا يوقد في بيته ولا يأكل طعاما مطهوا أربعين يوما ويعيش النبي عليه الصلاة والسلام بكل هذه البساطة والنبي صلى الله عليه وسلم صبر على شعب بني هاشم وأزمات هذا الشعب حتى جاءه شاب فقال له يا رسول الله وقد رفع عن بطنه قال اني ربطت على بطني حجرا من الجوع فقال اما انا فقد ربطت على بطني حجرين من شده الم الجوع ولذلك عزاه الله تبارك وتعالى وسلاه بقصه يوسف عليه السلام وهو في مكه ليقول له يا نبي الله لا تحزن واصبر فان يوسف عليه السلام نبي الله ويعقوب عليه السلام صبرا صبرا جميلا طويلا على ما أصابهم من الأذى لذلك قال الله عز وجل وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فارسلوا والدهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة والله عليم بما يعملون نلاحظ من هذه الايات ان الله تبارك وتعالى ذكر قصه يوسف وذكر ما الم بيعقوب عليه السلام من الاذى حتى انه قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون الصبر انواع قال أعلى هذه الأنواع الصبر الجميل والصبر الجميل الصبر الذي لا شكوى فيه الصبر الذي لا يخرج العبد مع صبره يشكو لهذا أو ذاك الذي يعني يندب حظه دائما الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه هو الذي لا يشعر أحدا بهذا الألم الذي حل فيه لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحلى باعلى مراتب الصبر وقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى تفطرت قدماه تعب النبي عليه السلام وقال اخذ يريح القدم على الاخرى فقالت عائشه يا رسول الله اتقوم الليل حتى تتفطر قدماك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك قال يا عائشه افلا اكون عبدا شكورا اذا غفر الله لي ما تقدم من الذنب افلا اكون عبدا شكورا هكذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما اصابه في هذه الدنيا وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يسجد بجوار الكعبه فجاء كفار قريش وجاءوا بسلا جزور كرش الجزور اعزكم الله قال وافرغوا ما فيها من الاذى على راس النبي صلى الله عليه وسلم وبقي النبي ساجدا مع هذا الاذى الشديد قال حتى جاءت فاطمه رضي الله عنها واخذت تمسح بيدها الاذى وتقول وتدعو على هؤلاء كفار قريش حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمه لا تبكي فان الله مانع اباك ان الله حامي هذا النبي الكريم عليه السلام حتى يبلغ هذه الدعوه هكذا صبر النبي عليه السلام صبرا جميلا وعندما رجع إلى مكة فاتحا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل آذى من آذى ومن وضع عليه سل الجزور هل انتقم منه لا أيها الإخوة والأخوات وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قمة الصبر عفى عنهم وهو يراهم يمشون بينهم وهو يراهم في مكة في كل يوم مع ذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام صبورا عفوا كريما عفا عن هؤلاء وكان في غايه الرقه وحتى نكون بغايه الصبر في هذه الدنيا لا بد وان نستشعر ما هي عطيه الله عز وجل للصابرين في الاخره يقول الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون نلاحظ ان الله عز وجل قال وبشر الصابرين بشر الصابرين قال ابن عباس رضي الله عنه البشرى لهؤلاء الصابرين ان لهم يوم القيامه جنات ما بين الجنه والجنه كما بين السماء والارض بشر هؤلاء الصابرين الذين صبروا على اذى الدنيا على الازمات على المصائب بشرهم بجنان ما بين الجنه والجنه كما بين السماء والارض ولذلك جاء في قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواصوا بالحق بالمنهج وصبروا عليه يقول علماء التنميه البشريه ان معظم الذين تساقطوا في الطريق كان بسبب قله صبرهم على اداء اعمالهم حتى النهايه الفرق احيانا بين الناجح وبين الذي فشل في عمله هو الصبر لذلك يقول اينشتاين ان الفرق بين الناجح والعبقري وبين الذي سقط هو فقط الالتزام والصبر ولذلك يقول العلم واحد في المئه الهام وتسعه وتسعين في المئه جد وصبر فاذا اردت ان تنال المراتب العليه عليك بهذا الصبر والالتزام باعمالك والصبر عليها حتى النهايه واعلم في نهايه المطاف انك ستحرز الكثير الكثير كم من ام في هذه الدنيا ربت ابناءها ربت ابناءها وحيده مات زوجها فحضنت هؤلاء الابناء صغارا وربتهم حتى شبوا وكبروا حتى اصبح منهم الطبيب والمهندس والمدرس والعالم والاداري وحتى عاشت روعه وشعرت بجمال الانجاز شعرت قبيل موتها انها عملت وان الله عز وجل سيوفيها اجرها يوم القيامه لذلك كان اجرها عظيما على صبرها وتحملها وكم من ام في المقابل تركت ابناءها لاهلهم وتركتهم يعيشون بين فلان وعلان وذهبت ونسيت هؤلاء وعاشت حياتها وبعد ان كبر هؤلاء ندمت ندما شديدا على تركها لابنائها هذا الكلام يحتاج منا الى تامل فحتى تصبر عليك ان تعيش في هذه الرباعيه الجميله جدا اولها أن تبرمج نفسك مسبقا على الصبر. لا تقل لنفسك أنا عصبي، أنا لا أتحمل، أنا أنهار بسرعة، أنا لا أستطيع أن أكمل الأشياء، هذه برمجة سيئة. فإذا استقرت في عقلك الباطن بدأ العقل الباطن يستجيب لهذه الباطن. ولكن صبر نفسك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. أنت تستطيع بالتحلم ان تجعل نفسك حليما ولذلك قال العلماء نحن في هذا الح... في هذه الحياه نستطيع ان نكون اكثر حلما واكثر صبرا واكثر وعيا واكثر علما بصبرنا على هذه الاشياء اولها أن... ان تبرمج نفسك مسبقا الثانيه كافئ نفسك عندما تنجز كل ما تنجز انجاز حاول ان تكافئ نفسك وتعيش مع هذه المكافاه الجميله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكافئ الناس قال صلى الله عليه وسلم عن كل الناس الذين يعيشون بجواره وحوله النبي عليه الصلاه والسلام قال كل الناس كان له فضل علينا كافاناه به الا الصديق فقد تركنا امره لله نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا وان يجعلنا من الصابرين المحتسبين انه سميع مجيب اعزائي المشاهدين الى ان نلقاكم في حلقه قادمه ورساله جديده نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته